انا زيد وخلق في الدار هذه راه زايده في 81، واني هاد السيد راه ما داير حتى شي حل، راه شحال من دعوه وشحال من حاجه دارها، اي حاجه عطاونا دابا قالوا لنا تخرجوا على حساب الاستفاده، وانني حتى شي حاجه ما داروها لنا، دابا عامين وحنا خارجين، غادي يعني الوالده ديالي داعى في الزناق، راه عندها مره عداده ومره عداده، حتى شي حل ما عطاه، وفي الاخر دابا يقول لك باغي يغيب، اش غيغيب؟ ويدير لنا حنا بعدا شي حاجه علاش نرجعوا، وديك الساعه يغيب يدير اللي بغى، ما شفنا حنا حتى شي حكم، حنا جاونا غير المقاطعه اللي جاونا. هما اللي قالوا لك اجي تصاوبوا الوراق وعطاونا الوراق وصاوبنا الوراق وداك الشيء، ولاني ما شفنا حتى شي حاجه اللي غتخليك غاد انت غادير في راسك شي حاجه كاينه، حتى شي حاجه ما بانت لينا. خويا هاد الناس جاو كيقوموا بالهدم، قال لك بان عندهم اوتوريزاسيون من مجلس المدينه باش يتم تهديم هاد واحد ثلاثة البقع اللي كاينين هنا، هما ثلاثة المنازل كما كتشوف نتايا. حنا خويا ما توصلناش كسكان يعني جيران لهاد العمارات اللي غادي يتم الهدم تاعهم، حنا ما توصلناش حتى بشي اقرار اللي كيدل على ان مجلس المدينه كيامر باش يتهدموا هاد الديور، وطلبوا منا باش يدخلوا يديروا الدعم عندنا، قلنا لهم طلبنا منهم حنا واحد الحكم قضائي بان هاد الشيء من عند الدوله يعني من وزاره التعمير. هي اللي كطالبنا باش يتم التدعيم باش يقوموا هما بالتهديم. وعلى ذكر حنايا هاد الدار تاعنا خرج فيها الترميم في 2012، ومن خرج فات الترميم في 2012 علاش ما تدخلتش مكتب التصميم والدراسه باش يرغموا المالك مول الملك ان يتم اصلاح المنزل، ما تم لا اصلاحه ولا والو. في 2015 دخلت الاستفاده من 2015، وسدابا حاليا راه هي داخله في الدراسه باش يتم الهدم ساعة. المهم احنا داك الشيء بشي غير قانونيا ومرحبا. جا وليدي النوبه الاولى غير حسانه النايب تاع القايد حسانه، قلت له وليدي علاش قيدتينا احنا من دون الدر؟ قال لي قال لا غير حسيناكم في 2018 تعطينا واحد الوريقه قال لك جمعوا لنا الاوراق من دار الضريبه وورقه الوفاق وجي. قلت له وليدي انا راه ما خداماش راجلي كنفقي راه ما عندي باش نخلص لا دار لا والو. خرجنا وليدي شدنا من يدينا وجرنا وخرجنا وبعد حويجاتي كاملين، بعد كل شيء دير مشاهد كل شيء، بعد حوايجي ما خليت حتى حاجه، ما خليت حتى بنت تنتغطى. والله ما خليتي حاجه؟ والله ما خليت وليدي حاجه، كان باتا هاي الصحراوي قال لي شدتني مسكينه لقاتني دايعه في حق مولاي رشيد هاي قال.